السلام عليكم ورحمة الله اخواني المشاهدين ومتابعي قناة ويسف تكنو. اليوم في هذا الفيديو حنوضح كيفية توصيل شاشات شينون لسمارت نظام اندرويد بالانترنت من خلال الواي فاي وحتى من خلال سلك اللان او كيبل اللان، فخليكم معنا بهذا الفيديو. اهلا بكم ويانا. اذا هذه القائمة الرئيسية للنظام او الواجهة الرئيسية للشاشة، كما تشاهدون نضغط بالريموت تجاه الاعلى، واحنا متكلمين في فيديو سابقا عن كل وظائف ازرار الريموت، حيكون الرابط في الوصف للفيديو حتى تعرف وظيفة كل زر او كل دقمة موجودة بالريموت. نختار خيار هذه الشبكة، كما تشاهدون نفعل اذا كان واي فاي مغلق فنفعل الواي فاي، نختار الشبكة المطلوبة مثلا هذه الشبكة، نكتب الباسورد ثم نختار هذا السهم، راح تقوم الشاشة بالاتصال بالشبكة. كما شاهدون تم الاتصال بنجاح، الآن أصبح لدينا انترنت. في حال أنه واجهتك عدة مشاكل، منها مثلا أنه يظهر لك أنه متصل بدون انترنت، غالبا أنه عندك مشكلة بضبط الوقت والتاريخ بالشاشة، أو عندك مشكلة بالراوتر أو مصدر الانترنت، ممكن يكون ضعف أو ما يتصل بشكل صحيح بسيرفرات جوجل. ففي القناة فيديو اسمه حل مشكلة متصل بدون انترنت، شاهد الفيديو في عدة حلول لهذه المشكلة إذا واجهتك مشكلة متصل بدون انترنت. أما بالنسبة لواير اللان أو كيبل اللان من الراوتر للشاشة، فمجرد انه توصل الواير من او الكيبل من الراوتر للشاشة، المفترض يعمل مباشرة ويظهر لك انه متصل لان بهذا المكان ايثرنت، انه يظهر لك متصل. في حال انه ما تفعل عندك، معناها غالبا عندك مشكلة بضبط اعدادات اللان من الراوتر، ربما يكون هذا الخيار مغلق، او انه مشكلة بالواير او الكيبل نفسه. اذا احبائي، اتمنى الفيديو كان مفيد لحضراتكم، وان شاء الله وضحنا لكم كيفية توصيل شاشات شينون نظام اندرويد السمارت بالواي فاي، وايضا الحلول بعض المشاكل اللي كما نوهت بالنسبة حل مشكلة متصل بدون انترنت بالقناة فيديو حل هذه المشكلة، وبالنسبة لللان ايضا ذكرنا بعض المشاكل والحلول لها. ايضا في القناة عندنا شروحات لضبط اعدادات الصورة والصوت والنظام بشكل كامل لشاشات شينون نظام اندرويد، بامكانكم مشاهدتها. ايضا حتكون بعض الروابط منها في الوصف للفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اخوكم ابو يوسف.